صباح الخير متتبعي ومشاهدي الكرام، مشاهدي قناة نشوف تي في، اسعد الله صباحكم باليمن والبركات. مباشر جديد من مدينة أبي الجعد. كيف تلاحظوا أجواء هذا الصباح مشمسة بأرض الزاوية الشرقوية، أرض أبو عبيد الله الشرقي. مدينة تعرف بالهدوء والطمأنينة والسكينة، مدينة تعرف بالوقار، مدينة تعرف بأرض الزاوية الشرقوية أو تعرف بالوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي، مدينة تعرف برجالاتها، رجالات الذين يمثلون الدولة المغربية من أهم رجالاتها، دائما أقولها رجالات كثر يؤتتون فضاء سياسي بمدينة بالدولة المغربية، مدينة تعرف بالأقواس، مدينة تعرف أحد أكبر مواسم الوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي هو موسم تبارد مدينة أبي الجعد. مدينة تعرف بالصناعة التقليدية من بين الصناعات التقليدية الزربية البجعدية والفخار، وهناك مادة الجير. تتمنى من جميع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في يقولوا لنا كيف هي الأجواء عندكم، وفين غدو كزو عطلة الأسبوع اليوم، إلى مدينة فين غدو كزو، كيف هي الأجواء عندكم في المدن ديالكم المغربية. عبد الرزاق الجناتي صباح الخير يا وجه الخير، تحية لي خويا عبد الرزاق. كيف هي الأجواء عندكم منين تتبع المباشر؟ تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوفي قربونا من الأجواء ديال المدن ديالهم. كما قلت نحن الآن نتواجد في مدينة أبي الجعد، مدينة الزاوية الشرقوية. ننقل لكم كل كبيرة وصغيرة، السلام عليكم فقيه، ننقل لكم كل كبيرة وصغيرة عن هذه المدينة، وهي مدينة العلم والعلماء، مدينة معروفة بالأولياء. مدينة هادئة دائما تكون، مدينة هادئة في الصباح، مدينة الطمأنينة والسكينة، مدينة الوقار، مدينة العلم والعلماء، مدينة القرآن كما يسمونها، أو مدينة الأولياء الله الصالحين، أزيد من 32 أو 36 ولي في هذه المدينة، وهي لذلك سميت مدينة الأولياء. خويا عبد الرزاق الجناتي قال لك من تيفلت الجو ضبابي، تحيه لي خويا عبد الرزاق، تحيه لساكنه تيفلت، تيفلت الخميسات، الغوال والنواحي الرماني، تحيه لجميع سكان هذيك المناطق. خويا عبد الرزاق فين غدوز الويكان؟ عطله ديال الاسبوع فين غدوزها؟ اين مدينه فين غدوزها؟ تنتمنى منك تقرب كل مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في داخل. كما قلت قناة شوف تي في داخل أرض الوطن وخارج الوطن، بغيناك تقربنا من فين غادي دوز الويكاند. تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يقولوا لنا فين غادي دوزوا عطلة الأسبوع اليوم الأحد، يوم اللي تتخلدوا المملكة المغربية، يوم المسيرة الخضراء، يوم ذكرى للمسيرة الخضراء المضفرة. كل المدن المغربية تحتفل بهذه الذكرى، وهي ذكرى غالية عن المغاربة، ذكرى 47 من انطلاق المسيرة الخضراء. كما قلت دائما نجدد الترحام من التحق من اللحظة مشاهدنا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. ننقل لكم صبيحة اليوم هذا المباشر من مدينة الشرفاء، مدينة أبي الجعد. ننقل لكم كل كبيرة وصغيرة عن هذه المدينة، وهي مدينة الوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي، مدينة العلم والعلماء، مدينة الطمأنينة، مدينة السكينة، مدينة الوقار. كيف تلاحظوا شوارعها دائما في الصباح تكون فيها السكينة والطمأنينة، والجو اليوم مشمس بالمدينة. الجو تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يقولوا لنا كيف هي الأجواء عندكم في المدن المغربية، كاين شي شمس ما كايناش، كاين شي شتا. بغيناكم تقربونا من جل المدن ديالكم، جل مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، جل المدن ديال المدن المغربية، واش كاين شي شمس ما كايناش، كيف هي الأجواء عندكم في المدن المغربية.
أجدد الترحام من التقمنا اللحظة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في. أسعد الله صباحكم باليمن والبركات. دائما لازلنا معكم في بث مباشر من مدينة أبي الجعد، ننقل لكم أجواء هذا الصباح من مدينة الشرفاء. تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يقولوا لنا منين تتبعوا المباشر وفين غيدوكزوا الويكاند ديال عطلة الأسبوع اليوم. ومدينة أبي الجعد تأسست سنة 1008 هجرية على يد أبو عبيد الله الشرقي، هذا أحد مؤسسي هذه المدينة وأحد باني هذه المدينة. مدينة تعرف كما قلت بالأولياء الله الصالحين، مدينة تعرف بالولي الصالح أبو عبيد الله الشرقي. مدينة هادئة، مدينة طمأنينة، مدينة الوقار. تقع مدينة أبي الجعد في إقليم خريبكاو بالضبط على الطريق الرابطة، الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مدينة واتزم وقصبة تادلة أو مدينة خريبكاو والف بيبنس أو بني ملال. مدينة كما قلت خويا حسون قال لك نبقاو مع الوالدين في السطات، تحية ليك اخي وتحية لجميع ساكنة الشاوية. كيف هي الاجواء اليوم في السطات؟ واش كاين شي شتا؟ ما كايناش. الاجواء كي دايرة؟ فين غدوز الويكاند خويا حسون؟ تنشكرك على بعد مرافقتك للوالدين، غتبقاي مع الوالدين فمرحبا. الوالدين هما اللولين، تنتمنى رضاهم ينال يكون دائما معك. ونحن كمغاربه دائما تكونوا عزاز على والدينا، دائما تتبغي والديك تبقى حداهم قريب ليهم، تقرب ليهم من كل كبيره وصغيره. وهذا هو الرضا ديال الوالدين، انك تكبر معاهم وتبقى معاهم ويكبروا الوليدات معاهم. وأجدد الترحام مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. نحن كما قلت نقول لكم أجواء صبيحة اليوم الأحد، عطلة الأسبوع من مدينة الشرفاء مدينة أبي الجعد. نقول لكم أجواء هذا الصباح من هذه المدينة وهي مدينة الشرفاء مدينة الوقار، مدينة معروفة بالأولياء. نقول لكم أجواء هذا الصباح، كيف هي الأجواء عندكم في المدن المغربية؟ واش كاين شي شتا؟ ما كايناش. وفين غدوكزو عطلة الأسبوع؟ ونحن لنا جولة في أحد أشهر حدائق هذه المدينة، حديقة رائعة، حديقة مازال المسجد الجامعي مهلي فيها، حديقة جميلة، حديقة كل صباح تنصبحوا على الحديقة، حديقة معروفة بالمطالعة ديال التلاميذ، حديقة جميلة. تنتمنى من جميع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة يقولوا لنا كيف هي الأجواء عندكم في المدن المغربية وفين غدوكزوا الويكاند اليوم الأحد.